إذن مشاهدينا الكرام، انتهى اليوم الأول لبطولة الكويت الدولية لقفز الحواجز، حصد عديد من فرسان الخليج مراكز متقدمة، ومن لم يحصد سيستطيع أن يعوض في اليومين القادمين. إذن أبطالنا لهذا اليوم هما من الإمارات ومن السعودية. بإذن الله نتمنى أن نجد أيضا فرساننا في اليومين القادمين معتلين منصة التتويج. هذه رسالة حمد الصبحان من دولة الكويت في اليوم الأول لبطولة الكويت الدولية لقفز الحواجز من قناة الخيل الفضائية، من هنا معقل رأس حمد الصبحان دولة الكويت.